وصلنا 3000، فقلت اجيب لكم هدية بسيطة جدا وعايز ندردش معاكم في بعض الحاجات، فخلينا ننزل بالانترو واجي لكم تاني. مساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعين برنامج دكتور هيرو. قبل ما اقول لكم الهديه بتاعه 3000 مشترك، خليني اقول لنفسي وليكم مبروك. طبعا 3000 مش رقم كبير، يكاد يكون هم الاصدقاء والناس اللي عارفاني بس، ولكن ان شاء الله في يوم من الايام نوصل ل 3 مليون مشترك ونحتفل ساعتها مع بعض مش من ورا الكاميرا. في بعض الاسئله اللي دايما بتدور في بالي وبتخليني طول الوقت قلقان، هو انت عملت يوتيوب ليه وقناتك عايزها توصل لايه وعايز تقدم ايه او قناتك مختصة بايه؟ اول حاجة انا مش بحب الشعارات، فانا مش هقول بان انا عملت القناة عشان اوثق حياتي زي ما اليوتيوبرز بيقولوا، لان انا مش شايف ان الحياة تستحق التوثيق اصلا، لان كل يوم بتجرب حاجة جديدة، مش بتعمل حاجة عظيمة، انت بتجرب مجرد شخص صغير في السن بتجرب حاجات جديدة، فما تستحقش التوثيق اصلا. ولكن انا هدفي حاجتين، هدف للمتابعين وهدف لشخصي انا. بالنسبة للمتابعين، فانا في ايام كتيرة وفي وقت كتير انطلاقا من فترة بعد الاعدادي للثانوي للكلية، كان دايما بيبقى عندي اسئلة نفسي اسألها لحد جرب التجربة قبلي، فما كنتش بلاقي او بدور كتير عشان الاقي الجواب بتاعي. فانا بحاول التجارب اللي انا مريت بيها انقل الخبرة دي بعد كده لشخص اصغر مني. انا مش بقول ان انا هبقى عارف اكتر منه، ولكن انا سبقته بسنتين ثلاثة، فبنقل له الخبرة اللي حصلت معايا في السنتين او الثلاثة دول. يبقى الهدف بتاع المشاهدين هو ان انا انقل الحاجة اللي مريت بيها، سواء من دراسة في الكلية او في الثانوي او من عمل او من تطوع او من اي حاجة. وبعض الاحيان بطلع بقول شوية كلام نفسي اقولهم لاصدقائي، بس حاسب ان انا لوحدي، فبطلع بدردش مع الشخص اللي شايفني او اللي بتابع الفيديو. اما بالنسبة للهدف اللي خاص بيا، فمنصة اليوتيوب هي من اشهر المنصات اللي تعمل عليها بيرسونال براندنج او تسويق لنفسك، انك تسوق لنفسك. مفيش اي شك بان لو احمد الغندور او اي حد من اليوتيوبرز التقال في الوطن العربي لو قرر في اي يوم من حياته ان هو يعمل دراسة او بيزنس او تطوع او اي حاجة، فهيلاقي ناس كتير قوي 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 تساعده عشان هم عارفينه وبيحبوه. يعني 3000 مشترك دلوقتي، لو انا قلت ان انا عايز حد يجي معايا اسكندرية نتفسح مثلا، هلاقي اقل حاجة من 3000 في 20 واحد يقولوا طب احنا جاهزين نطلع نخرج سوا. فانا بكون قاعده من الاصدقاء، بحيث في يوم من الايام احنا هنحتاج بعض، لان كل واحد مننا في عنده خبره مش موجوده عند التاني، وعنده معرفه مش موجوده عند التاني، او عنده ضحكه او هزار ممكن تهون على التاني. فهدفي من القناه هو هدف شخصي وهدف للمتابعين. طيب القناه بتقدم ايه او محتواها متخصص في ايه؟ القناه مش متخصصه في اي حاجه، هي قناه شخصيه انا بعرض فيها كل المعرفه اللي عندي او اللي بكتسبها مع الوقت، سواء نصائح لثانويه عامه من تجربه انا خضتها، او نصائح لطلاب الكليه الطب وازاي يعدوا من الكليه بسلاسه، مش هقول بتقدير عالي عشان ما حدش يضحك عليا ان انا تقديري مش عالي، او للناس اللي حابه تشتغل مع الكليه او تطوع او ايا كان من الحاجات اللي انا مريت بيها. فالقناه مش متخصصه في حاجه معينه، ولكن بعرض عليها الحاجات اللي انا مريت بيها او همر بيها او هتعلمها في يوم من الايام وبشاركها معاكم. ولما فكرت انا ليه عملت القناه، فقلت ما اليوتيوب مليان قنوات هلس، وانا شايف ان انا ممكن في يوم من الايام اقدر اقدم معلومه لحد او انصحه بحاجه ممكن تفيده، او حتى ممكن نغير جو من خلال فيديو معين او من خلال انترو في اول فيديو، فليه لا، ليه ما اشاركش المحتوى بتاعي مع الناس. طيب عايز اوصل لايه بعد فتره؟ ما عنديش هدف معين من حيث الارقام، ولكن اتمنى في يوم من الايام ان انا لما اقابل حد في الشارع يقول لي انا شفت لك حاجه واستفدت منها وعملتها او ساعدتني ان انا اتجاوز حاجه معينه مش اكتر. ونروح دلوقتي للهديه بتاعه 3000 مشترك. طبعا الهديه مش قيمه المشاهدين خالص، ولكن احنا ما عملناش هديه على 2000 مشترك، عملنا على 1000 وهنعمل على 3000، بس اوعدكم ان شاء الله يبقى في على 4000 او 5000، وكل 1000 كده واحنا طالعين يبقى في هديه. تواصلت مع دكتور احمد هويدي وهو زميلي وصديقي، وقلت له بان احنا عايزين نعمل دايت بلان او نظام غذائي، وعايزين نعمل برنامج تدريبي في الجيم لحد عايز يخس او عايز يزيد. حد من المتابعين اللي موجودين هنا لما هيكسب احمد هيتواصل معاه وهيعمل له الجدول التمريني والدايت الغذائي، ويتابع معاه لمده 6 اسابيع لعند ما يبدا
يحصل على النتائج اللي هو مستنيها، سواء عايز يزيد في الوزن او عايز يقل في الوزن. لان انا بعد ما عملت الفيديو بتاع السعرات الحراريه، اللي لو انت ما شفتوش روح شوفه هيطلعك في الاي فوق، في ناس كتبت لي بان الفيديو جميل وكل حاجه، ولكن احنا عايزين حد يتابع معانا ويقرص علينا كده ويقول لنا كلوا ايه وما تاكلوش ايه. فاحنا جبنا دكتور احمد، هو اخصائي تغذيه ومدرب شخصي، عشان يتابع معاك لمده 6 اسابيع. شروط المسابقه سهله جدا، هتعمل لايك على الفيديو هنا واشتراك في القناه، مع اني متاكد انك عامل اشتراك، وهتكتب في الكومنت انك معانا في المسابقه، وتروح على قناة أحمد تعمل فيها اشتراك وتعمل لايك على الفيديو اللي عنده على قناته بيعلن فيه عن المسابقة نفسها. يبقى كده الشروط: لايك هنا واشتراك وكومنت، وهناك لايك على الفيديو واشتراك في القناة. هنختار حد عشوائي زي ما اخترنا المرة اللي فاتت، وأحمد هيتابع معاك لمدة 6 أسابيع. أتمنى إن احنا في يوم من الأيام نعمل حاجة عظيمة، وأتمنى إن احنا في يوم من الأيام نوصل للمرحلة اللي لو احتاجنا حاجة ندي العيش لخبازه. مع السلامة.